الآن نشاهد مقطع من فيلم علمي عن طائر البطريق يعيش في القطب الجنوبي. فإلى هذا المشهد نتابع مع السادة المشاهدين. ونود من حضرتك أن تشرح عن ما يعني يحتفظ به وما الله مكن هذا الطائر من خلال وصفات. أستاذ علاء، القطب الجنوبي أبرد منطقة في العالم، يبقى الشتاء فيها 6 أشهر، وتربية الصغير في بيئة صعبة كهذه البيئة تحتاج إلى تضحية كبيرة يصعب تخيلها. تقوم هذه البطاريق برحلة إلى المكان الذي سيتحقق فيه اللقاء الكبير. تستمر هذه الرحلة أسابيع عديدة، والمسافة التي تقطعها أكثر من 100 كيلومتر، تقطعها مشيا كما ترون وزحفا كما ترون. لهذا السبب تقطع طريقها مشيا أحيانا وبالتزحلق على بطنها أحيانا أخرى. تمشي جميعها إلى الجهة نفسها بشكل معجز. في نهاية هذه الرحلة ستلتقي آلاف البطارقة في مكان معين بشكل محير. لهذا اللقاء هدف مهم جدا، لأن هذه المنطقة التي سوف يصلون إليها يتحقق فيها اللقاء الكبير، وفي هذا المكان ستولد فيه صغارها. هذه الرحلة الشاقة هي بداية المصاعب التي تواجهها والتضحيات التي تقوم بها، والصعوبة الأساسية تبدأ بعد وضع الأنثى بيضها، لأنه بعد وضع الأنثى بيضها بفترة قصيرة يهجم الشتاء. الحرارة في هذا الشتاء تنخفض إلى 50 درجة تحت الصفر، وتهب رياح حاملة معها الثلج والبرد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. الشيء العجيب أن هذه الإناث تترك البيضة عند الذكور وتعود إلى البحر كي تصطاد لهذه البيضة بعد أن تخرج من البيضة، وتوكل مهمة حضن البيض للذكور المضحية. يجتمع البطارقة هكذا بآلاف مؤلفة، والحرارة 50 تحت الصفر. يضع البطريق البيضة على رجليه ويغمرها بفروته. الله. فلو أن البيضة وقعت على الأرض لمات ما فيها فورا. نتيجة البرودة. التضحية التي تقوم بها تجتاز حدود الخيال، والبطاريق هؤلاء لا تتغذى أبدا طوال 4 أشهر. تصوم. ولا تدع البيوض تصل إلى الأرض لحظة واحدة. يمشي مشية خاصة لأن على رجليه البيضة وقد غلفت بفروته، بل تبقى واقفة لأجلها على الدوام 4 أشهر لا تأكل ولا تشرب، حفاظا على البيضة والحرارة 50 تحت الصفر، والرياح سرعتها 100 تحمل الثلج والبرد. تصطف البطاريق على شكل دائري كي تحتمي من الرياح القاسية. كل ما تستطيع فعله خلال الشتاء هو الصبر. بعد الأشهر 4 الصعبة يبدأ الربيع مرة أخرى، يأتي الفرج، فالبيوض تفقس. بدأ الربيع يظهر، فالبيوض تفقس علامات الأزهار في القطب الجنوبي. ارتفاع الحرارة قليلا، نمت الأزهار أشكالا جميلة حيث حل الربيع. فهلأ البيوض فقست وفتحت الصغار أعينها إلى الدنيا حديثا، وما زالت على أقدام آبائها حتى الآن لعدم تكون الطبقة الدهنية التي تحميها من البرد. الشيء العجيب أن أول غذاء يتلقاه هذا الصغير غذاء محفوظ في حوصلة أبيه من 4 أشهر، وأبوه في أشد الحاجة إلى هذا الغذاء. ويؤثر الأب يؤثر ابنه على نفسه، على نفسه وهو أشد الحاجة، صار صايم 4 أشهر. تعلمنا دروسا في رعاية الأبناء. الآن تعود الإناث إلى الأرض. كانوا في البحر 4 أشهر
ليجمع الصيد لصغيرها. في هذه الفترة ترجع الأنثى من البحر الواسع إلى الشاطئ. لم تبقى هي أيضا بلا عمل طوال 4 أشهر، بل كانت تخزن الغذاء في حواصيلها لأجل الصغار بالاصطياد المستمر. وبمجرد رجوع الإناث تسرع ذكور البطريق التي صبرت على الجوع 4 أشهر إلى البحر، لأن الذكور تنزل في البحر. في البحر. بالتناوب. لتصطاد. بالتناوب. نعم. بالتناوب. بقيت بلا طعام 4 أشهر. نعم. وبمجرد إشباع ذكور البطريق ترجع إلى العش وتتابع تربية الصغار مع البطريق الأم. بعد مدة قصيرة تنمو صغار البطريق. نمت الصغير نمى. وصار قريبا من أمه. نعم. وترعرع. نعم. نعم. وتصل إلى حجم تستطيع فيه التنزه مع آبائها المضحية. لا يأكل البطريق الأب طوال 4 أشهر لأجل صغاره، يبقى واقفا باستمرار كي لا تمس البيوض الأرض لحظة واحدة. جميل أستاذ علاء، التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله والوصول إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجها إلى وجه أمام عظمة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأننا في موضوع العقل، العقل أداة معرفة الله.